ولا ايه الوضع بالظبط؟ ايه الوضع؟ ايه الحكاية؟ تقريبا الاخبار الرياضية في مصر النهاردة منحصرة في حاجة واحدة بس، اجتماعات اللجنة اللي بقالها 3 ايام حتى الان مجتمعة، او يومين والنهاردة التالت مش فاكر بالظبط، بس هما 3 ايام حتى الان اللجنة مجتمعة، تمام، في اجتماع مفتوح، اجتماع مفتوح من المفترض يعني ان الاجتماع هيتم تداول فيه، من المفترض يعني ان الاجتماع هيتم تداول فيه او مناقشة فيه مصير الحاجات كتير او في الفريق الاول في كرة القدم في نادي الايه، في نادي الزمالك. حالة من التكتم كده، حالة من السرية كانت موجودة اليوم الاولين، تمام، بنحاول نعرف اخبار، بنحاول نعرف دهاليز، بنحاول نعرف من مصادرنا طبعا، لا يعني الـ 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 القعدة محاطة بسياج من السرية، دي حقيقة يعني. ماشي، وبعدين تاني يوم ابتدت تندع، اللي هو امبارح ابتدت تندع في الاتجاه بتاع القعدة. ماشي، النهاردة بقى الدنيا فتحت خالص، النهاردة الدنيا فتحت خالص، والنهاردة بقت الأسماء بتطرح كده، تمام، ولا أكن، ها يعني ولا أكن في مباراة مهمة هتبقى نادي الزمالك هيلعبها، مباراتين يعني، مباراتين، مباراة يوم الأربع، يوم الخميس إن شاء الله، تمام، مع سيراميكا، والمباراة التانية هتبقى يوم 16 اللي هي المفروض هتبقى زي النهاردة كده الأسبوع اللي جاي بمشيئة الله تعالى مع الترجي. طيب أنا عايز أسأل سؤال، يعني هو يعني الـ 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 لما أنا أبقى مدير فني شغال، وبشوف كده وبقى إن الإدارة بتاعتي بتتعاقد، طبعا كلها مصادر إعلامية، إدارة نادي الزمالك حتى اللحظة ما طلعتش بأي حاجة، لا طلعت ببيان ولا طلعت بتصريح، ولا حد طلع قال مداخلة، ولا حد طلع قال أي حاجة. إدارة نادي الزمالك بالكامل، سواء التلاتة المستشارين أو المتحدث الرسمي أو المجموعة المكلفة من اللجنة، تمام؟ فكل الأخبار اللي عمالة تترمي دي أخبار مواقع، أخبار برامج، اخبار اعلاميين، زملكاويه بقى على اهلاويه على، بصوا الدنيا زيطه، في زيطه، في هيصه، في زنبليطه، في فرح العمده، تمام، معمول، تمام، في حفله، اللي انتوا عاوزين تقولوه قولوه. حد من اعلاميين بتوع قناه الزمالك بيطلع، تمام، بيطلع يتكلم في ال3 سيناريوهات اللي موجودين، يقول لك السيناريو الاولاني مش عارف الابقاء على باتشيكو، والسيناريو التاني زي ما انا قلت لحضراتكم كده ايه امبارح، ان في مدير فني كبير قوي وجامد قوي، اقسم بالله العلي العظيم انا عارف المعلومه ديت من امبارح وما رضينا نقولها حفاظا على استقرار الفرقه، من الصبح، من بدري قوي، من بدري جدا يعني، من بدري قوي ومن بدري جدا، قلنا في فرقه جاي ماشيه، اسف، في فرقه شغاله، في فرقه عندها ماتشين مهمين، في جورج اسكندر منور الدنيا كلها، حبيبي من نيويورك من امريكا، اهلا وسهلا بيك، منور الدنيا كلها، تمام. طيب نعمل لايك للحلقه ونعمل شير للحلقه، من فضلكم نعمل لايك للحلقه ونعمل شير للايه نعمل لايك ونعمل شير للحلقه، من فضلكم لو سمحتوا. المهم يعني خلونا برضه فين، في المفيد، النهارده نادي الزمالك عنده ماتشين مهمين. الاخبار ديت لما تنزل ان نادي الزمالك اتفتحت باب المفاوضات مع كوبا وتشكل الجهاز، يعني ده في جهاز نازل، كوبا ومعاه اورلاندو دوت مخطط احمال، وهيجيب معاه فايز، كابتن محمود فايز، ومعاهم اسامه نبيه، وهيجيب معاه مدرب حراس اجنبي. والتغيير هيبقى شامل،
كل الاداريين هيمشوا، بالطبيين هيمشوا، يعني المنظومه كلها اللي بتدير الفريق الاول لكره القدم في نادي الزمالك هتمشي. كل دي اخبار مواقع اللي انا بقولها لحضراتكم دي، واخبار ساده زملاء مذيعين واصحاب برامج وفضائيات وحكاوي ورواية. تمام؟ حلو. وبعد كده يقول لك كراتيرون. وبعد كده احد الاعلاميين الكبار، كبار جدا الحقيقه، الاستاذ كرم جبر، يعني برضو علامه استفهام كبيره جدا بالنسبه لي، يعني استاذ كرم جبر رئيس هيئه تنظيم الاعلام، بيكتب على صفحته الشخصيه خبر صار للزملكاويه. صار فين يعني؟ مين اللي قال ان ده صار؟ يعني حضرتك فاكر ان لما كراتيرون يجي دي هتبقى حاجه تسعد الزملكاويه؟ لما يكون راجل سابني وهرب، سابني وهرب في نص موسم السنه اللي فات، تمام؟ بس بعد ما سمع محمود بيه بيقول لي كرم جبر حذف البوست، بس بعد ما الدنيا كلها اتكلمت فيه، بعد ما الدنيا كلها خلاص اتكلمت فيه، ما احنا بوستاتنا بتبقى قصاص. عشان كده انا ما بحذفش بوستات، غلطان مش غلطان بنقول، ما بسيبه، لان خلاص هي قصاصه بتطلع اتقالت، تتاخد سكرين خلصت وبتنتشر زي النار في الهشيم يا جنرال. فخلاص تالت والدنيا كلها خلاص حذفها بقى، ما حذفها ما حدش هيبص على الصفحه، خلاص انتهت. انا واحد هو ما اعرفش ان هو ايه حذف. المهم، فانا بتكلم وبقول ايه؟ بتكلم وبقول ان على اداره نادي الزمالك الحاليه لازم تطلع الليله دي ببيان، لازم تطلع الليله دي ببيان، لازم بيان تحط فيه النقط على الحروف للناس، بيان تحط فيه النقط على الحروف وتقول حقيقة الوضع للناس، وتحط في اعتبارها ان فرقة نادي الزمالك والجهاز اللي موجود ده عنده مباراتين، مباراة يوم الخميس القادم مع سيراميكا، ومحدش يقول لي سيراميكا فرقة في المتناول، ومحدش يقول لي سيراميكا فرقة ضعيفة، ومحدش يقول لي سيراميكا بتنازع، ومحدش يقول لي كده خالص. سيراميكا واسوان والمحله اخطر على نادي الزمالك من الاهلي والمقاولين وبيراميدز. دول بثلاث ماتشات دي بتلاته بونت، والماتشات دي بتلاته بونت، نادي الزمالك بيتعثر وبيقع في الماتشات دي. اسوان اسمها ايه دي التانيه دي المحله؟ مش عارف ايه سيراميكا؟ فوق دماغي كل احترام وتقدير وتبجيل للفرق. انما انا بتكلم في ايه؟ فرقه اخر دوري وانت اول دوري، يبقى الفرق قد ايه؟ 17 مركز ولا 16 مركز، ده الفرق ما بينكم، وتكسبك توقعك. انما التاني مثلا لو اهلي وزمالك اول وتاني وبيلعبوا بعض، هم التلاته بونت، فمحدش يقول لي بقى فرقه بتنازع على البقاء وتعاني من اجل البقاء ومش عارف ايه والنزول والطلوع، مالناش دعوه بالفيلم ده. فمحدش يقول لي سيراميكا في المتناول، لا، سيراميكا زي الاهلي. بالنسبه لي انا سيراميكا زي الاهلي. زي بيراميدز، زي الاسماعيلي، زي الاتحاد السكندري، ثلاثة بونت. فالنهارده لابد ان اللجنه الموقره تعرف ان في الفرقه عندها ماتش يوم الخميس. وعندنا ماتش مصيري مع الترجي يوم 16. واقع اللي بيحصل ده ايه على الجهاز الفني واللعيبه؟ هو انتوا ها؟ متصورين ان اللعيبه ممكن هتسمع كلام كارتيرون وهم شايفين كده ان الاداره بتاعتهم على حسب برضو المواقع ما بتقول، انا ما بقولش ان على حسب المواقع ما بتقول، وهم شايفين ان الاداره بتاعتهم بتتفاوض مع كوبر عشان يجي؟ طب هيسمعوا الكلام ده تشيكو ازاي؟ في الماتشين. طب لو باتشيكو كسب الماتشين هيبقى الوضع ايه؟ يبقى لازم الاداره تطلع النهارده تعمل بيان توضيحي، يقولوا في اللي يقولوه بالمناسبه يعني. بس لازم يبقى في بيان توضيحي للناس علشان الناس تبقى عارفه حقيقه الايه؟